اللي جاء باش ندردشوا معاه في شأن هذه الجلسة ديال الصباحية اللي وقعت في المجلس البلدي بأزغنال. بالفعل حرارة الأغلبية الساحقة من الأعضاء في جو هادئ وبديمقراطيين تناقشوا الإخوان الحاضرين على هذه النقطة المتعلقة بتحويل السوق. فبعد مناقشة مستفيضة كانت تتعلق بالقرار السابق الذي اتخذه سابقا المجلس البلدي والذي كان يرمي إلى وضع قطعة أرضية المسماة رويسي، قطعة رويسي باش يديروا تما السوق، إلا أن هذه القطعة فيها مشاكل كثيرة ومتعددة، وارتأى المجلس مرة أخرى أن يبحث على قطعة أخرى ما فيش مشاكل اللي هي الميزان. وبالفعل بعد كيف قلت مناقشة مستفيضة ومعمقة وطويلة، كل واحد أخذ الكلمة، الأخير تم بالإجماع الحاضر بدون استثناء على تحويل السوق الأسبوعي إلى قطعة الميزان. وهنيئا للتجار، هنيئا للخضارين والجزارة والحواتين وغير الجميع الحرفيين. فأعتقد بأن بهذا الجلسة يكون نقاش ديال السوق اللي عاش شهور وشهور في بلد الزناد يكون قد انتهى نهائيا. اللهم اللي بغى يخلق مشاكل ويخلق ما من شأنه أن يعرقل المصلحة ديال التجار. شكرا. شكرا.